قناة الراوي لأجمل القصص والروايات. قصة تيمون وبومبا والأسد الملك. عندما أشرقت شمس الصباح وارتفعت السهول الإفريقية، تجمعت الحيوانات والطيور بلهفة عند سفح صخرة العزة، وصاح أحدهم فجأة: ها هو الأمير الصغير! فهلل الجميع ورحبوا بالأمير سيمبا الأسد الصغير. وأخذ القرد الإفريقي العجوز يرفع الشبل سيمبا عاليا في الهواء فرحا به، وببطء خفض ذراعيه وأعاد سيمبا إلى والديه الفخورين نفاسا والملكة سرابي. وفي صباح أحد الأيام، حينما كبر سيمبا قليلا، أخذ الملك ابنه في جولة بأنحاء المملكة ليعلمه بعض الدروس، فقال له نفاسا محذرا: تذكر أن الملك الناجح لابد أن يحترم جميع المخلوقات، لأننا نعيش جميعا في دورة الحياة العظيمة. وفي وقت آخر من ذلك اليوم، قابل سيمبا عمه سكار، فأعلن له الشبل الصغير متباهيا أنه رأى كل أنحاء مملكته المستقبلية. فسأله سكار بخبث: حتى ما وراء الحدود الشمالية؟ فأطرق سيمبا حزينا وقال: لا، لقد منعني أبي من الذهاب إلى هناك. حينها قال له سكار بنبرة متعالية: طبعا معه حق، فأشجع الأسود فقط هم الذين يذهبون إلى هناك، فمقبرة الأفيال ليست مكانا صالحا لأمير صغير مثلك. خرج سيمبا وهو يفكر في كلام عمه سكار، وذهب إلى صديقته نالا وطلب منها مرافقته إلى مقبرة الأفيال. وبالفعل اتجه إلى هناك، ولم يدري أن عمه سكار الطامع في ملك أبيه قد أمر ثلاثة من الضباع الأشرار بقتل الشبل الصغير ليستولي على مملكة نوفاسا ويزيح سيمبا من أمامه. راح سيمبا يجري منطلقا عبر السهول بصحبة نالا حتى وصل إلى كومة من العظام، فعرف أنه وصل إلى مقبرة الأفيال، وكان على وشك أن يفحص أحد الجماجم عندما رأى الطائر زازو مستشار أبيه، والذي أخذ يحذره من خطورة المكان وطلب منه الرحيل. ولكن بعد فوات الأوان، فقد أحاطت الضباع الثلاثة بسيمبا ونالا وأخذوا يتوعدون لهم ضاحكين. أخذ سيمبا نفسا عميقا وحاول أن يزأر، ولكن كل ما صدر عنه هو زمجرة حادة رفيعة جعلت الضباع تضحك بشدة. وأخذ سيمبا نفسا آخر عميقا، وفجأة صدرت زمجرة مخيفة، ونظر الضباع الثلاثة حولهم فرأوا عيني الملك نفاسا، فأخذت الضباع تهوي هاربة في الضباب. أرسل نفاسا زازو ونالا ليسيرا في الأمام، وأخذ يمشي هو بجوار سيمبا ويعاتبه على عصيانه الأمر وتعريض حياته وحياة نالا للخطر. شعر سيمبا بالرعب وحاول أن يفسر خطأه قائلا: لقد حاولت فقط أن أكون شجاعا مثلك يا أبي. فقال له الملك بلطف: ليس معنى أن تكون شجاعا أن تذهب بنفسك للبحث عن المشاكل. فاعتذر سيمبا ووعده ألا يكرر الخطأ مرة أخرى. وخلال ذلك كان سكار قد دبر حيلة أخرى للتخلص من نفاسا وسيمبا، حيث اصطحب سيمبا معه إلى ممر ضيق بين الجبال وطلب منه أن ينتظر أباه. وبعدها بدأت الضباع تجري وسط قطيع من حيوانات النو وتدفعها باتجاه سيمبا. في هذه اللحظة كان نفاسا يمشي على حافة ربوة عالية مع زازو، وفجأة وقع نظره على سيمبا فاندفع إلى الممر الضيق وأنقذ ابنه منه، ولكنه
لم يستطع إنقاذ نفسه، فسقط إلى الخلف متعلقاً بصخرة بارزة، بينما كان يندفع بجواره قطيع حيوانات النوى، وهي حيوانات ضخمة جداً. وعندما نظر لأعلى رأى أخاه فصاح: سكار، ساعدني يا أخي! ولكن سكار لم يفعل غير أنه انحنى عليه وهمس في أذنيه: عاش الملك! ثم دفع نفاسا ليسقط في طريق حيوانات النوى الراقضة. وعندما انتهى مرور قطيع حيوانات النوى، جرى سيمبا على أبيه وحاول إيقاظه، ولكن دون فائدة، فقد فارق الملك الحياة. وجاء سكار ببرود ونظر إلى سيمبا قائلا له: لقد مات الملك، وهذا بسببك. لقد كان هذا خطأك من البداية. اهرب من هنا ولا ترجع أبدا. وبعدها عاد سكار ليستولي على مملكة نوفاسا، بينما سيمبا صار متعثرا في أنحاء الأرض وهو يشعر بالإثم والإرهاق. وبعدها بخطوات قليلة سقط منهارا خائر القوى، وحلقت حوله النسور الجائعة. وحينما استيقظ وجد نفسه بجوار النمس تيمون والخنزير بومبا يحملقان فيه، وسكب الماء في فمه الجاف برقة وحنان. وقال له بومبا مرحبا: أيها الأسد الصغير، لقد كنت على وشك الموت ونحن أنقذناك. قال لهم سيمبا: شكرا على مساعدتكم، ولكن هذا لا يهم، فأنا لم يعد لي أحد ولا مأوى أذهب إليه. فعرضوا عليه صداقتهم والبقاء معهم، فوافق سيمبا مرحبا بالفكرة، وعلموه شعارهم في الحياة وهو: هاكونا مطاطا، أي لا داعي للقلق من شيء في الحياة. وبعد عدة سنوات وفي أعماق أحد الكهوف، نظر القرد العجوز إلى صورة أسد وهو يستعد لمغادرة المكان قائلا: لقد حان الوقت. وفي اليوم التالي مباشرة أنقذ سيمبا بومبا من لبؤة جائعة كانت نفسها نالا رفيقة صباه. وحينما تقابلا فرح الصديقان برؤية بعضهما، وحكت له نالا عن حكم سكار الظالم وتدني أوضاع المملكة، وطلبت منه أن يعود ليسترد ملك أبيه، لأن بوجوده لا يحق لسكار اعتلاء العرش. قال سيمبا بحزن وأسى: لا يمكنني أن أعود، أنا لا أصلح أن أكون ملكا، وذلك لظنه أنه هو الذي تسبب في مقتل والده. وبعدها أخذ سيمبا يفكر في الأمر بجوار البحيرة الصغيرة، وفجأة سمع ضوضاء بالأعلى، ووجد القرد العجوز يقول له: تعال معي، سآخذك إلى أبيك. تبعه سيمبا في دهشة وعدم التصديق، ولكنه كان يأمل أن يكون نفاسا حيا لم يمت. وبعدها أشار القرد إلى البحيرة وقال له: ها هو أبوك نفاسا. فرأى صورة وجهه في البحيرة، وكان صورة طبق الأصل من أبيه، وكان هذا هو وجه سيمبا نفسه. وسمع صوت أبيه يقول له: يجب عليك أن تأخذ مكانك في دورة الحياة، أنت ابني، أنت الملك الحقيقي. ثم اختفت الصورة المنعكسة واختفى القرد. وهناك عند صخرة العزة تأخر نزول المطر وجفت الأرض، وأخذت الضباع تعوي جائعة، فقد ذهبت قطعان الحيوانات ولم يعد هناك ما تأكله. شعر سكار بنفاد صبر الضباع وحاول تهدئتها، وفجأة تجمعت سحب العاصفة والتهبت الأرض بالصواعق، وأمسكت النار في العشب الجاف، وظهر من بين الدخان أسد جسور. لقد كان هذا الأسد هو سيمبا نفسه. حدق سكار مندهشا فيه واندفع تجاهه ليقتله، ولكن سيمبا الشاب كان قويا، أقوى من سكار العجوز، واستطاع طرحه من فوق الصخرة كما فعل سكار بوالده. وقامت نالا وباقي اللبؤات بمنع الضباع من التقدم ومساعدة سكار،
واستطاع سيمبا أن يسترد عرشه بعد أن علم أن سكار هو قاتل أبيه. رحبت المملكة بالأسد الملك سيمبا، وأخذت الأمطار تهطل والمياه تروي الأرض العطشة، وعادت الحياة إلى السهول، ورجعت قطعان الحيوانات، وذلك بعد أن عم العدل المكان بوجود سيمبا الملك الحقيقي. وفي أحد الأيام تجمعت الطيور والحيوانات في طريقها إلى سفح صخرة العزة، والتقط القرد العجوز شبلا صغيرا أخذ يرفعه في الهواء عاليا برفقة الملك سيمبا والملكة نالا وصديقهم تيمون وبومبا. وفي تلك الليلة نظر سيمبا إلى النجوم وقال بهدوء: كل شيء على ما يرام يا أبي، انظر لقد ظللت متذكرا كلماتك. وبعدها تلألأت النجوم في السماء كأنها ترد عليه.